ولدي انا خفت عليك بزاف، ولدي خفت عليك بزاف وشطنتيني عليك، وهادي شهرين وانا ما تنعش من جهتك ولدي، وانا الحمد لله انا لقيت ولدي الحال دي، انا لقيت ولدي لي هادي مده شهرين وانا ما تجينيش النعاس وما ارتاحيتش حتى لقيت ولدي. وانا تنشكر المغاربه، تنشكر خوتي هما المغاربه، تنشكرهم بزاف اللي تعاونوا معايا وساندوني وبالتعياط ولا بكل شيء ماديا ومعنويا، تنشكرهم بزاف. وتنشكرك اخويا حسن، تنشكر القناه ديالكم، وتنشكر المدير ديال المدرسه اللي هو وقف معايا بزاف، اللي هو ساعدني وبالفرحه كبيره باش لقى لي الابن ديالك راه عيطوا ليا. تنشكرهم بزاف خارج المغرب وخارج الوطن. بدا اول حاجه على سلامتك، على سلامتك بزاف اليوم، حنا فرحانين معاك ملي لقيتي ولدك. ربما عاودي لنا شنو وقع بالضبط. شهرين، كيفاش دوزتي الشهرين؟ هاد الشهرين اخويا حسن عنده دوزتها صعيبه بزاف، وما تنعش وما ما حلقيت لا خدمه لا ماكله حتى شي حاجه. انا الدار ديالي ما تندخل ليهاش بولدي، وانا دابا انا فرحانه من اللي لقيت ولدي. وتنشكر المغاربه بزاف اللي هما يا ساندوني وتعيطوا ليا واش لقيتو ولا ما لقيتوش، كل ساعه تيتصونيو عليا. وكلهم اول لقاء اللي كان معاك كنتي تواصلت معنا، درنا واحد النداء لحال الاختفاء ديال ولدك بانه زهري وان خفتي عليه وقعد لك صدمات ما بقيتش تنعسي. عاودي لنا كيفاش وقع وكيفاش تواصلت مع الناس، كيفاش تواصل معك باش لقيتي ولدك. انا خويا حسن انا تواصلت بك وكنت خايفه على ولدي بزاف، وحيت ولدي زهري خفت عليه بزاف، وقلت ولدي اختفى ليا بما ولدي راه سرقوه ليا. انا قلت ولدي صافي داوه ليا ما نوليش نشوفه، تنقول من صاب كان عميت ردوه ليا ولا حي ردوه ليا، انا خاص بزاف عليه. ومن اتصلت بك حسن ودرت معك اخويا هذا اللايف، هذا كلشي بارطاجا هذا اللايف ديال ولدي، وبمساعده ديالكم مساعده القناه ديال دوزيام ملي هما عتاني درت معهم نداء في مختفون، درت معهم في الراديو، درت معهم هذاك النداء عتاني في الراديو اللي هما كانوا جايين عندي الجمعه، هاد الجمعه هادي كان دار معايا تصوير، عيطوا عليا الخميس، عيط عليا المدير تاع المدرسه قال لي كريم ما تهلي راه حنا ولدك راه حنا عيطوا هنا، ولدك راه في الجمعيه ديال مراكش. انا منين مشيت مع مختفون مشيت معهم حتى لمراكش ما دازونيش، مشيت ورجعوني حتى لاكار، بقاو معايا حتى لقيت المسائل ديالي في الكوميسيريه، ولقيت صعوبه باش جات ولدي. ولدي ما عطاهمش الاسم ديال كريمه، عطاهم الاسم ديال ناجيه، بما الام ديالو ناجيه اللي داتو لمراكش وسمحت فيه. وهاد الدري هذا اللي هو داه عنده 16 عام اللي هو تيسكن في موسى بحسين. انا ولدي ما يمكنش يمشي مع شي واحد اخر، كيفاش ولدي تخو داه؟ ما بقيتش عارفه والو حسن خويا. ومشيت للجمعيه وراه لي ولدي، ولقيت صعوبه باش وصلت لعند ولدي. والاجراءات اللي دات في الكوميسيريه كانت صعيبه بزاف، كانت صعيبه عليا. والاجراءات اللي درتي بما دوزي هكا اجي البيرو لهنايا واجي هكا في مراكش في الدائره الاولى ديال مراكش. وقال لك بان راه ولدك في الخيريه. تواصل معايا المدير ديال المدرسه، ديال المؤسسه ديال المدرسه ديالو ديال ولدي. على سلامتك. قال لي سمعتي بان ولدك لقاه في مراكش، كيفاش كان الشعور ديالك ملي سمعتي؟ ايه ما الشعور ديالي حسن خويا انايا بالفرحه، صافي رجلي فشلوا، ما بقيت عارفه والو. تنقول ولدي ما تيقتش هذيك اللحظه اللي عيط لي فيها المدير، ما تيقتش. قلت وقال المدير، قلت له انايا، قلت له استاذ انا راه داير مع صحاب مختفون باش يجيو عندي. قال لي لا خلي صحاب مختفون اجي عندي المؤسسه دابا. ومني مشيت وراني التصويره تاع ولدي، قال لي هو هذا. قلت له هو هذا. تاكدتي بان تاكدت بما راه هو ولدي. قال لي عطاني العنوان ديال سميت عليه ديال جمعيه كرام اللي جات السعاده. هادشي في مراكش. وهادشي في مراكش. ومشيت عطاني الخريطه، عطاني كل شيء، هزني بطونوبيل مسكين. زعما تنشكرو بزاف هاد المدير، معمر بما يخيبو وقف معايا بزاف، والخير ديالو ما نساش. اللحظه ملي وصلتي لمراكش مشيتي للجمعيه. مشيت للجمعيه، داروا معايا مختفون، داروا معايا التصوير هو الاول، داوني حتى للجمعيه، عتاني داروا معايا التصوير، شفت ولدي، قالوا لي كيفاش انتيا هو تيقول انا جيه وانتي سميت كريمه. شكون خلاه يكذب؟ هذا هو السبب اللي خصني نعرف علاش ولدي خلاه يكذب، ما يقولش سميتي حقيقيه.
اللي هو اللي واش الدري اللي قال لها شنو تقول شنو تقول ما عرفتش اخويا حسن. اذا تغرير قاصر حيت كملي حيت الدري عنده 16 عام. الدري انا خصني نتابع هاد الدري هذا خصني نتابعه في الكوميسيريه هنايا وخصهم يوقفوا معايا الكوميسيريه هنايا باش نتابع هاد الدري اللي دا ليا ولدي كان غادي يقرا وقالوا يلا معايا. هاد الدري هذيك اللي عنده 16 عام مع ولدك حيت انا ما عمري ما شفتو مع ولدي. شنو قالوا؟ قالوا يلا انا قالوا غادي نقرا قالوا لا راه مازال ما كايناش القرايه دابا قالوا يلا معايا سلام تبحروا غنوليو. ولدي مشى معاه في التران ملي شاف التران سمح فيه في التران وقال لي ولدي قال لي ماما انا سمحت فيا سمح فيا في التران ما بقاش عاقل الدري فين زاد في التران قال لي وتا وصلتني لمراكش لقاتني صافي لقى راسو في مراكش في لاكار ديال مراكش لقاه بوليسي في مراكش وداه للدائره الثانيه صافي من الكوميسيريه داه الجمعيه عيط للجمعيه داه الجمعيه بقاو مهتم به لقيت جمعيه الناس الجمعيه تنشكرهم بزاف اللي هما تصلاو لي في ولدي واللي هما اهتموا به بزاف فوق القياس اللي انا ما داه الطبيب عالجوه من عينيه كل شيء اللي هما لقيتهم هلي اللي فيهم خاصو حتى شي حاجه. بغيت تعاودينا اللحظه ملي شتي ولدك في الجمعيه كانت عندي هذيك هذيك الدمعه ولا هي بغات ترسل لي حسن هذيك الدمعه لا هي بغات ترسل لي من ركبت في التران هنايا وهذيك الدمعه بغات ترسل لي خصني عفوا كنت نشوف الابن ديالي وخصني نعنقه ونحس بديك الام جيت ولدها لي انا هذه شهرين اللي انا دازت لي عذاب حسن خويا اللي انا تنشكر الجمعيه تنشكر الناس اللي خارج المغرب وداخل المغرب تنشكرهم بزاف وتنشكر البوليس ديال سيدي سليمان حتى هما داروا مجهودات حتى هما تعاونوا معايا في لابيجي كلشي تيسول عليه كلشي الا في الدائره ديال ولاد مالك ولا في لابيجي كلشي تيسول عليه ما كاينش واحد اللي ما تيسولنيش عليه تيقول لي تلاقيتي الابن ديالك كيفاش كانت الحاله ديالو الصحيه النفسيه عنقني وقاد ولدي تيبكي وانا تنبكي هذيك اللحظه ما ولدي ما بغاش يسكت من البكا وانا ما بغاش نسكت من البكا هذيك الساعه قلبي بحال قلت صافي انا كنت ساعتها نحلم باش لقيت ولدي انا كنت نقول ولدي ما عمري ما نشوف واحد بحكم انه زهري وكان عنده يدو زهريه اختي لي ربما قلت لي انه خفت يخرجوا به الكنز خفت عليه بزاف خفت عليه بزاف حسن خويا حسن انا خفت عليه ولدي بزاف علاش ولدي زهري من يدو خفت عليه تنقول صافي ولدي راه داو ليا شي بلاصه وعيقتلوه ما بقيتش نولي نشوف ولدي انا وليت نتخيل ولدي تقول لي تخيل ولدي راه مازال عايش والناس يقول لي لا ويكون ولدك مات ولا ما نعرف تقول انا ولدي باقي الاحساس في قلبي مازال نلقى ولدي انا ندير مستحيل باش نلقى ولدي ونجي حاسه واني فيما ندخل الدار تيجيني الصوت ديال ولدي كل ملابس ديال ولدي الشكاره ديال ولدي كلشي ديال ولدي. شنو الحاجه اللي كتفكرك في ولدك في هاد الشهرين هادي خاصه انه باقي تيقرا اللحظه مشى باش يقرا ما رجعش شهرين كيفاش دوزتيها كيفاش كانت الحاله النفسيه ديالك واش كتقول لك الصدمات كيفاش كانت صدمه كبيره حسن نصب لي انايا كانت صدمه بزاف قويه بزاف الصدمه بزاف اللي انا ما تنشوفش النعاس واللي انا تنتخيل ولدي في كل الثانيه تنتخيل ولدي خصوص اسماعيل تيجي عيط له في 8 ديال الصباح تعيط سعد صافي تنقول ولدي راه جا وتنتخيلو بصاحبه بما هادو صحابه ما فرقوش ما تيفرقوش نهائيا اللي انا في مراكش وصحابه هذا اسماعيل تيتصل بيا تيقول لي فين صاحبي سعد دوزي لي خويا اللي هو ماشي تصاحبه خوه ماشي صاحبه اللي هما تيبغيو وتيبغيو كاع الجيران كاع كلشي شنو التفاعل كبير ديال الجيران شنو الناس تساكن الجيران الجيران وقفوا ما تديهمش النعاس ما بزاف كل ساعه يسولوني عليه كل ساعه فيما نبان لهم تيسولوني عليه كي الكبير كي الصغير كي المراه كي الراجل وانا بقى فيهم سعد بزاف وعندهم سعد عزيز عليهم بزاف ما تيشوفوش فيه شي حاجه ولا يهضروا معاه ويرد عليهم هضره ولا شي حاجه تيحني راسه من تيهضر معاهم تيحني راسه وما كاينش واحد اللي ما تيسولنيش عليه كلشي مهول من جهته الجيران ديالي تنشكرهم بزاف اللي هما لقيتهم جنبي لقيتهم هما العائله ديالي تنشكرهم تنشكر صحاباتي تنشكر كلشي اللي هما ما كاينش شي وحده اللي ما فكرتش فيا
الناس تاع فرنسا ما كاينش، هما كذلك وساعتي يسولوا فيا اللي لقيتهم هما العائله ديالي، العائله ديالي الثانيه اللي هما قبل عائلتي تيسولوا فيا. وتنشكرك حسن خويا بزاف على مجهودات المجهودات ديالكم ومساعدات ديالكم معايا، وتنشكركم خويا حسن. اطمئنوا على الحاله ديالك، خاصه شفناك في واحد الحاله هستيريه اللحظه ملي ولدك تودر وكنتي تقلبي عليه. اليوم اش بغيتي تقولي للناس اللي حقا اللي سواء الجيران سواء الناس داخل المغرب او خارج المغرب، اش بغيتي تقول لهم؟ انا تنشكر جيراني، تنشكر المدير ديال المدرسه، تنشكر الاساتذه، تنشكر المدير ديال الامن ديال لابيجي، تنشكرهم بزاف، وتنشكر اللي داخل المغرب وخارج المغرب، تنشكرهم بزاف على المجهودات ديالهم معايا، وتنشكر الجمعيه اللي هي اهتمت بولدي وما خلاتوش في الزنقه. رجعتي عند البوليس قلتي لهم بانك راه لقيتي ولدك حيتي مازال عاد رجع عندهم، مازال عاد رجع عندهم. حيت انا لسعد اليوم اللي حاضر بجنبك، واش غادي تخطر اخرى غادي تخليه يمشي بوحدو؟ لا لا ما نخليش يمشي بوحدو، ما نخليش يمشي بوحدو، غنبقى ندي ولدي للمدرسه وعنديه في الصباح ونجيبو في 12 ونص، ما نبقاش نخلي ولادي يمشيو بوحدهم. سعد اش بغيت تقول لماماك؟ ما نبقاش نعاودها. ها؟ ما نبقاش نعاودها. واخا بابا سعد ضرب الجد. شكون اللي خلاك دير هكا؟ واحد الدري صاحبك شغال المدرسه وتلاقيش وقال لي نمشيو نهرب. نهربوا؟ علاش تهربوا؟ فين غنمشيو؟ قال لي نمشيو للسلام. من بعد؟ سمح فيك. كيف مشيتو لمراكش؟ هو ما عرفت فين نتلف عليه وسط التران، من زاد شويه التران شهر مراكش، داني البوليس، داني الكوميساريه. ما مشيتش عندك الكونترول؟ اش فاقوا الاخر؟ شداني الجمعيه مابقاش جالس تما في الجمعيه. شنو معاك الجمعيه؟ تمش معايا بلوطوف. علاش ما بغيتش تقول الاسم الحقيقي ديال الام ديالك؟ لا تخلاش. تخلاتي؟ شهرين وماماك تتقلب عليك. ما عرفتش التليفون ديال هذيك الساعه انت؟ ما تواصلش لا. ها؟ لا. ما شتيهاش في مختفون، ما شتيهاش. واخا تبغي تقول لماماك من هذا المنبر؟ سمحي لي ما بقاش نعاود. تنشكر المشاهدين ديالكم حسن خويا، تنشكرك حسن بزاف على المجهودات ديالك اللي جيتي من سبتة على وديتي انا، تنشكرك تنشكرك بزاف اخويا حسن. تنشكركم اخويا حسن، تنشكر داخل المغرب وخارج المغرب. جيتي من المضيق؟ جيتي من المضيق على حسابي انا، وجيتي شاد الطريق على حسابي انا، ودزتي عندي درتي معايا اللايف، وتنشكرك اخويا حسن، والله يجعل ربي يحفظك ويحفظ وليداتك اخويا حسن. الله يجيبو والله على سلامتك، والله الا فرحناك بزاف. الله يسلمك اخويا حسن. ان شاء الله ما تبقاش تعاود هادشي. صافي. ها؟ صافي. دابا غتقرا، دابا وقت قرايه. باغي نقرا. ومن هذا بغيتي تلعب سير، راه كاين هادي الفوت الادب، سير باص الرياضه ديالك، وباباك سكينه ربعه ولا عليك، وكضرب عليك تماره. ان شاء الله تخرج راجل ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا اخويا حسن، شكرا بزاف ليك حسن خويا. اذا المشاهدين جات تعبر على سلامه السيده اللي شهرين سكناويه، ما بغاش يديها الناس، كتبكي على ولدها اللي اختفى بحكم انه زهري من اللي ديالو. اليوم الحمد لله كتنفس السعداء اللي لقات ولدها في مدينه مراكش. اذا المشاهدين جات تعبر من مدينه سيدي سليمان، شكرا لك.